تنهي 10 صباحا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرانتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، تحياتي أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين والتي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي. كان الرئيس السيسي قد أكد أيضا خلال مشاركته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين، أكد على ضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للإنسانية. وقال الرئيس السيسي أن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية والتي باتت تتخذ أبعادا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين. كما أوضح الرئيس السيسي أن الالتزام بأجندة التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ يقتضي ضمان توافر التمويل اللازم وتطوير النظام أو نظام التمويل الدولي، وكذا ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولا سيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي. جاء ذلك خلال لقائهما بنيودلهي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وكذا المصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. إلى ذلك التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، كما استعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات. وأضاف أيضا المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في السودان وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلن المغرب ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2122 حالة وفاة و2421 إصابة من بينها حالات خطرة. وأوضحت الداخلية المغربية أن أعمال الإنقاذ والإغاثة مستمرة من قبل القوات المسلحة المغربية والسلطات المحلية للمدن والمناطق المنكوبة التي دمرها الزلزال. ضربت هزات أرضية بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد، وشعر سكان محافظات بغداد، أربيل، السليمانية، ودهوك، وصلاح الدين، وكركوك بهزات أرضية بعد منتصف الليل. بحسب المراصد الزلزالية أيضا، فقد بلغت شدة الهزة في دهوك 4.6 درجات على مقياس ريختر، أما في كركوك وصلت إلى 4.7 درجات. هذا ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي بيان بشأن الهزات الأرضية. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة بلغرود. قال حاكم منطقة بلغرود المتاخمة لأوكرانيا في بيان أنه لم تقع أي إصابات، وأن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريق في منطقة ياكولوفسكي. ختام موجز العاشرة مشاهدينا، شكرا للمتابعة. لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحمل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا للمتابعة.